بالله على السلامة أحلى سمبو. يلي الهوى ما تعلمته سمبو كفر العرب والناس الوسط. لو حكم الشغل يفهمكم الإكس هو رب الروح بتاعنا الحاج سعيد الشيخ. قولكم إني بريء منكم منكم لله من كل الله جرحتونا وبأسوء قدر ظلمتونا بس احنا سيدي 18 12 واجب علينا وسقتونا سقتونا تزهر القرآن ألفت حالي ومهما بخبي وأجاري من أصحابي روخي خلاني ودنيتي اللي معدات حبيب عم أحمد أبو طارق واحلى صب في مصر واللي مصر صب عليه عم احمد وفتحاتي ومهما بخبي واجاري من اصحابي وخلاني ودنيتي دنيتي اللي ما عنداني وقل جايز يحزوني ارجوني ريتك بوشي ضايقوني ورغم وجودي وياكم عمود يا شيخ مصطفى عايش واحدة قدام وطلعوا فجأة مش مني وتعزوا عدوا فوق مني تحية جميلة جميلة احنا العماليس تحية جميلة للسنة احنا عميل السيد تحية جميلة الاكوتي الخير اللي قال عليه مع الناس اللي جاية فرحة السنة الجديدة لعون الله الاكوتي احلى عميل السيد مرة مليون مرة كل السنة الخير اللي قال عليه مع الناس اللي جاية وطلعوا فجأة مش مني وتعزوا عدوا فوق مني عيط وجرح الناري من كبر ما قلت يا شباب مصر ولاد المنوفي هرجع اسال صل على النبي يا ابو عمي صل على النبي يا ابو عمي يا شباب مصر ولاد الاكابر ولاد المنوفي اللي منورين الدنيا بحال احلى من مصر الصبح واحلى ذكرى من مصر المنوفي انا بحييك كل التحيه ولاد العربيه صل على النبي يا ابو عمي محمد ابو زيد ابو طاهر ابو طاهر الراجل الطاهر مع محمد ابو زيد كلام نص 100 مش كده على تحقيق فاكرني ده حبيبي هرجع وسامح من تاني سيبوني ربنا يا عيني محدش يبكي علشاني اللي جنب صاحب تبع السقف سلم الطلعة جاود عمي سلم الطلعة تحية غلا وفيرة يا جماعة الموضوع سهل وبسيط خالص خد عليك سنة وقف عليا سنة تلاقي الدنيا حلوة أوي محبة في رسول الله اللي كبير وربنا هو زي الباشا يرفع عليه سمعنا سقف 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 أحلى إكس بمصر يصب عليك أحلى إكس إكس إكس